السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية جميعا. معكم الدكتور عطلة من منصة قمة، وإن شاء الله راح نكمل شرحنا لمادة البايوكيمستري. راح نكمل حكينا عن الكربوهيدرات، بس رجاء رجاء المحاضرة هاي تفتحوا كل ذنيك وكل حواسك وتركزوا منيح، وعملوا لكم هيك كاسة شاي وقعدوا وقولوا يا رب. المحاضرة فيها أكثر من موضوع، تمام؟ راح نتكلم بداية عن موضوع الإنانشومرز والآيزومرز، راح نحكي عن موضوع السايكليك مونوساكريد. مش احنا شفنا انه الجلوكوز او المونوساكريد بشكل عام لها اللي هي الفري تشين، كنا نشوف انه مثلا هيك عندنا كربونات وهنا او اتش يحكي لي انا اتش انا، وهكذا يعني هاي السلسلة. بدي اشوف انا لما يلف لي اياه لشكل خماسي او شكل سداسي. راح اتكلم عن الدايساكريد بشوية تفاصيل، فالمحاضرة مليانة مواضيع، تمام؟ وبدي تركزوا فيها منيح. بسم الله الرحمن الرحيم. طب في عنا شوية تعريفات لازم نعرفهم. اول شيء عنا تعريف الايزومرز. الايزومرز هي عبارة عن compounds that have this، شو قلنا في المحاضرة السابقة، عندها same chemical formula اللي هي ايش كانت؟ كانت CnH2nOn، but different بشو بتختلف؟ بالستركتشر، تختلف بالستركتشر بالتركيب، تمام؟ بالتركيب. طيب فمثلا احنا عندنا كان الثورم فورمولا ثابت اللي هي C6H12O6، بس اعطتني ثلاثه استراكشرال بيختلفوا عن بعض، ثلاث استراكشرز بيختلفوا عن بعض، جلوكوز فركتوز مانوز. واحنا حكينا عن الجلوكوز والفركتوز والجلوكتوز، وفي عندنا المانوز، تمام. عندنا مصطلح الايبيمرز. شو قلنا الايبيمرز؟ الايبيمرز هم عباره عن ايزومرزين، اثنين ايزومرز بيختلفوا بذرة واحدة الترتيب اللي حواليها. مثلا هان عندنا OH على اليمين، وهذا بتكون OH تبعته على اليسار، تمام؟ اذا هو عبارة عن كربوهيدرات ايزومرز that differ in configuration around only one specific carbon atom with the exception of the carbonyl carbon. يعني هو عبارة عن ايش؟ هم بيختلفوا بكربونة واحدة، بيكون اختلاف التركيب عليهم، بس انسوا لي موضوع الكربون الكربون، تمام؟ انه لا اي كربون ثاني ما عدا الكربون الكربون، تمام. are defined as epimers of each other، يعني بسميهم epimer، كل واحد فيهم epimer للثاني. ايش المثال كان عندنا؟ الجلوكوز مع الجلاكتوز بشو كانوا يختلفوا؟ جينا نطلع على الكربون الرابعه لقينا انه بيختلفوا بالبوزيشن تبع مين؟ تبع الهيدروكسيل جروب. تبع شو؟ تبع الهيدروكسيل جروب، تمام. هسه الانانشومرز، قلنا شو هم الانانشومرز؟ هم عباره عن، هو نوع من انواع الايزومرز، يعني هم ايزومرز، تمام. بس ايش الفكره؟ انهم ميرور ايمج اوف ايتش اذر، كل واحد فيهم مراي للثاني. يعني لو مسكته قلبته على الثاني راح ينطبق 100%، راح ينطبق شو 100%. These mirror images are called enantiomer زي ما حكينا. والenantiomer بعطيني النوعين، يا دي يا ال من الشجر، تمام؟ فمثلا احنا جينا يعني راح نشوف هسه في الامثله تحت انه انا مثلا عندي السكر نفس النوع، بس يعني مثلا عندنا جلوكوز، عندنا دي جلوكوز وعندنا ال جلوكوز، دي جلوكوز وال جلوكوز بيختلفوا في الاتجاهات تبعتهم. يعني مثلا او خليها هسه لما ننزل تحت بنشوفها احسن على الصوره. طب the vast majority of the sugars in human are دي ايزومرز، اغلب السكر والشوجرز اللي في جسمنا احنا هي دي ايزومرز، دي جلوكوز دي فركتوز وهكذا. بس الدكتور حكى معلومه انه الامينو اسيد اللي في جسمنا هي من ال ال4، تمام؟ اما الشوجرز دي. طيب the OH group on the symmetric، والايه symmetric قلنا اللي هي نفس الكيرال كربون، شو كان تعريفها؟ هي عبارة عن كربون ترتبط بأربعة different ايش atoms or groups furthest from carbonyl group on the right. شو معنى هذا الحكي؟ هذا الحكي بيحكي لك انه انت بالإنانشومرز بكون راح يكون قدامنا سلسلتين مركبين، بيحكي لك بتروح وين عشان احدد الدي او الال، وين بروح؟ بكون انا عندي كيرال كربون، صح؟ بروح على ابعد كيرال كربون عن مين؟ عن الاسيمتريك جروب. اعرفوها هسه بس انزل على الرسمه تحت بوضح اكثر، تمام. فاذا لقيت الهيدروكسيل جروب على اليسار فهو ليفت، اذا لقيت على اليمين فهي رايت، تمام. طيب هسه بحكي لنا انه في عندنا انه كل المونوساكريات، كل السكريات الاحاديه عندها
اسيمتريك كربون او على الاقل وحده، ما عدا مركب اسمه داي هيدروكسي اسيتون. داي هيدروكسي اسيتون هاي تركيبه، تركيبه زي ما احنا شايفين ثلاث ذرات كربون، عنده كيتوني جروب. طيب لو جينا ندور على وحده اسيمتريك ما راح نلاقي، لانه السي هاي مرتبطه، هاي السي مرتبطه هنا، مرتبطه باو اتش ومرتبطه باتش واتش، فلا. وهاي نفسها، طب هاي مرتبطه بهاي ومرتبطه بهاي ومرتبطه بوين؟ برابطين مع الاو، فلا. فاذا نت كايرال كاربون لانها مرتبطه بس بثلاثه جروبس، تمام. هاي مش كايرال كاربون، 1 2 و3، احنا لازم قلنا 4 جروبس. وهي هي انا جبنا رسم للكايرال كاربون انه مع كل مجموعه مختلفه عن الثانيه. طيب بحكي لنا في عندنا كومباوند بسموه الدكاتره الاب الروحي للسكريات. شو يعني الاب الروحي؟ يعني هو ابسط سكر simplest sugar، اصغر سكر فيهم. اذا the prototype compound of all aldoses، عن الالدوز احنا بنحكي، احنا قلنا السكر بينقسم لالدوز ولكيتوز، صح؟ فبحكي لي البروتوتايب كومباوند للالدوزز يعني ابسط واحد فيهم، يعني الاب الروحي لهم، اسمه الدوترايوز جليسر الديهايد، اللي هو الجليسر الديهايد تمام، او الالدوترايوز بسموه. طبعا كثير لقدام هذا راح تزهقون مركب. طيب نيجي نطلع على الجليسر الديهايد. هيو يعني احنا نفس المركب نفسه كامل، هي ثلاث ذرات كربون. طب احنا قلنا نيجي نطلع نحدد مين الكايرال كربون، معنا غير كايرال كربون واحده، من هيك هو ابسط سكر، بتكون من 3 كربونات، اصغر اشي بالسكريات، اصغر شيء بالسكريات 3 كربونات، وعنده كايرال كربون واحده. طب انا شو قلت لك شرطي؟ روح تطلع لي على ابعد كايرال كربون عن مين؟ عن الكربون الجروب، تمام. يعني انا شرطي عشان احدد ال او دي اني اروح اطلع على الكايرال كربون ابعد واحدة عن مين؟ عن الكربون الجروب. وين الكربون الجروب؟ هيها. طب وين الكايرال كربون؟ فيش عندي غير واحدة، هاي باجي بطلع عليها. لقيت الاو اتش على اليسار فبسميه ال جليسر الديهايد، لقيتها على اليمين بسميها دي جليسر الديهايد، تمام. فانا بحكي لك ما عندنا الا كايرال كربون واحدة، فهي مرجع بتحديد ال اور دي. هسا انا ايش بحكي لك؟ اعطونا تعريف الاسيمتريك كربون، انها ايش؟ كربون اتاشد تو 4 ديفرنت اتومز اور جروبز. طيب خلصنا. في عندنا معلومه ثانيه بحكي لنا عدد الايزومرز بيعتمد على عدد الاسيمتريك كربون. كيف يعني؟ يعني انا بجيب لك مركب، كم ايزومر بقدر اطلع منه؟ كم يعني؟ احنا قلنا الايزومر بتشابه بنفس الصيغه الكيميائيه بس بيختلف بالصيغه البنائيه، كم واحد تقدر تعمل لي؟ بقول لك والله اعطيني عدد الكايرال كربونز. طب انا شو بدي استفيد منه؟ انا بحكي لك انه انا عندي قانون بحكي لي انه النمبر للستيرو ايزومرز، يعني عدد الايزومرز، يساوي 2 قوة n. الان هاي عدد الايسيمتريك كربون. يعني لو جيت قلت لك انا في عندي سكر بيحتوي على 4 كايرال كربون، كم شكل بتقدر تعطيني منه؟ بقول لك 2 قوة 4 16، يعني انا بقدر اعطيك 16 شكل بيختلفوا بالتركيب عن بعض، تمام. فاحفظوها هاي، ممكن بيجي عليها سؤال. طيب هسه هنا انا ايش كتب لك؟ المرجع تبعي شو هو المرجع تبعي؟ حط نقطتين، هو ابعد كايرال كربون عن الكربونيل جروب، تمام. وصلت لها، نحكي انه وصلت لها للكايرال كربون اللي بعيد عن الكربونيل جروب. بعدين بشوف مكان الاو اتش، وبعديها بحدد ال اور دي. معناته صف عندي 3 خطوات، اول اشي احدد الكايرال كربون، بعدين اختار الكايرال كربون اللي بعيده عن الكربونيل جروب، بعدين بشوف الاو اتش وين مكانها، بعدين بحدد ال اور دي. فهان جايب لي رسمه، هان جايب لي هنا رسمه، فوق جايب لي ريبوز بس 1D 1L، تحت جايب لي ارابينوز 1D 1L. تعالوا نشتغل على الريبوز. هسه هو بتكون 1 2 3 4 5 ذرات كربون. نيجي نشوف الكايرال الاولى، هاي بدي خلص احنا يعني شبه حفظناها، الاولى مش كايرال والاخيره مش كايرال، هاي بالنص هاي كايرال، لانها مرتبطه هنا بجروب وهنا بجروب، هذا كامل وهذا بجروب وهذا بجروب. هاي الاولى، هاي الثانيه، هاي الثالثه. مين ابعد وحده؟ هاي ابعد وحده، معناته برجع على ابعد وحده، هاي هي الريفرنس كاربون تبعتي، هي المرجع. بطلع وين الاو اتش عندها؟ على اليسار، معناته بسميه الرايبوز. طيب هاي نفس الشيء، هنا هي الريفرنس كاربون، على اليمين الاو اتش دي رايبوز، هاي نفس الشيء الارابينوز، هاي مش كايرال وهاي مش كايرال، هاي وهاي وهاي. باجي بطلع على الثالثه،
هي ابعد وحده عن الكربونيل جروب، او اتش معناته ال يعني على اليسار، هنا معناته ال وهنا على اليمين دي. تمام. فبيحكي لي الاوبتيكال ايزومرز، بالاوبتيكال ايزومرز الريفرنس الكربون تبعتي هي الايسيمتريك كربون الفارذست فروم كربون الكربون، اللي هي البعيده عن الكربون الكربون، الكربون عليها مجموعه الكربونين. تمام. في عندنا مصطلح اسمه دايستيرومرز. هذا عباره عن شو؟ عادي عن ايزومرز، بس هم مش انانشومر، مش انانشومر. وقلنا المش انانشومر يعني هم مش مراي لبعض. مين مثال هنا جيب لي طرح لي؟ الدي رايبوز والدي ارابينوز. هاي الدي رايبوز وهي الدي ارابينوز، الاثنين ايزومر لبعض لانهم الاثنين لهم نفس الصيغه الكيميائيه، يعني لهم خمس ذرات كربون ونفس عدد ذرات الهيدروجين والاكسجين، بس هم مش انانشومر لبعض. ولما ما يكونوا انانشومر لبعض بسميهم دايستيرومرز. فانا لو جبت هذا حطيته جنب هذا حاولت اطويه انه كم راي، مستحيل يعطيني نفس الشكل، مستحيل ابدا. تمام. فبرضه مين كان عندنا مثال حكينا في المحاضره اللي قبل؟ الجلوكوز والجلاكتوز، مش انانشومر. تمام. طب هسه نيجي على موضوع اسمه مونوساكاريد سايكلايزيشن. المونوساكاريد سايكلايزيشن اني انا بدي اعمل هاي السلسله اسمها فري تشين. هاي التشين بدي اعملها على شكل سايكل، بدي اضبها على بعض. تمام. طيب بحكي الانسوليوشن في المحاليل اقل من 1% من هاي المونوساكاريد with 5 or more carbons exist in the open chain. يعني المونوساكاريد بتكون من 5 sugar او 6 او اكثر، او يعني من 5 كربونات او اكثر عفوا، اقل من يعني نسبتهم اقل 1% اللي بلاقيهم بالاوبن تشين. طلع قد ايه النسبه؟ قليله. يعني مثلا جبت جلوكوز تكون من 6 حبات كربون، راح الاقي نسبته كفري تشين اقل من 1% اللي اسمها اي سايكليك. ريذر على عكس ذلك they are predominantly found in a ring or cyclic form، بشوفهم على شكل حلقة أو cyclic form in which the aldehyde or keto group has reacted with hydroxyl group on the same sugar. طيب ايش الفكرة؟ الفكرة انه انا عملية الcyclation راح تصير، استنوا نشوفها هنا في صورة لها. ايش اللي راح يصير؟ اللي راح يصير هاي عندي الكربون الجروب. تمام. هاي الكربون الجروب، الكربون الجروب يا اما راح تكون كيتو، يا اما راح تكون كيتون يا كيتوز يعني، او راح تكون الدوز يعني الديهايد جروب او كيتون جروب. تمام. اذا كانت الديهايد جروب رقمها 1، اذا كانت كيتو جروب راح يكون رقمها 2. ايش بحكي لي؟ بحكي لي الكربون الجروب هاي راح تتفاعل مع مين؟ مع الكايرال كاربون، مع الهيدروكسيل تبعتها. شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير مسلسل هي C double bond O، وهنا في OH. ايش اللي راح يصير؟ راح تروح الكربون تكسر رابطة من عندها، تصير رابطة واحدة مع الO وواحدة حرة. هاي الحرة مين بيجي عليها؟ مش احنا قلنا راح تتفاعل مع الOH؟ الH هاي راح تيجي عليها، فبتصير الكربون متصلة مع OH ومع H. طب الO اللي ضلت لحالها هاني، الO اللي ضلت لحالها راح تشبك مع، هسه يعني هسه احنا عندنا هي سي دبل بوند او، وفيها انا هيدروجين، وتحت الذره الكربون هاي ايش عليها؟ او اتش. ايش اللي راح يصير؟ هاي راح تكسر الرابطه تبعتها. كيف راح تصير؟ راح تصير سي او وهنا اتش، وهاي قلنا ايش كان معها؟ او اتش. هاي بتاخذ الاتش تبعتها. طب الاو هاي يا دكتور ايش بصير فيها؟ تربط بين الثنتين. تربط ايش؟ بين الثنتين. تمام. تربط بين الثنتين زي ما احنا شايفين. هاي احنا كسرناها اخذنا الاتش، هاي صارت او اتش. الاو اللي ظلت هان ربطت بين الثنتين زي ما احنا شايفين. طيب. فبحكي لي انه الالديهايد او الكيتو جروب هاز رياكتد وذ هيدروكسيل جروب ان ذا سيم شوجر، تتفاعل مع الهيدروكسيل جروب من السيم شوجر، ميكينج ذا كاربونيل جروب. الكربونيل جروب اذا كانت على كربون رقم 1 فهي الدوز، واذا كانت على الكربون رقم 2 فهي كيتوز. اسيمتريك، خلوا لي هاي المعلومه صح صح تعال. This asymmetric carbon is referred to as the anomeric carbon. ايش اللي صار عندي هسه؟ احنا كنا نعد الكايرال كاربون، صح؟ كنت احكي لكم الاولى اللي عليها الكربون اللي جروب هاي لا تعد كايرال كربون. ليش؟ لانها ببساطه رابطه بدبل بوند او. بس بحكي لنا هان احنا كسرنا الدبل بوند او، خليناها رابطه بسي او اتش، وخليناها رابطه بالاتش، وخليناها رابطه بالسلسله، وخليناها رابطه بالاو. فصارت كايرال كربون.
يعني لما يعني هاي الكربون، الكربون تحولت لنيو اسيمتريك كربون، تحولت لنيو اسيمتريك كربون. طب لما تحولت لنيو اسيمتريك كربون ايش صار اسمها؟ صار اسمها انوميريك كربون. طب شو هي الانوميريك كربون؟ الانوميريك كربون هي الكربونة اللي كانت بالكربونيل جروب وعملت رياكشن مع الهيدروكسيل جروب. طب اذا سالني ايش رقمها، بقول له اذا كانت الدوز راح يكون رقمها 1، اذا كانت كيتون راح يكون رقمها 2. يعني هاي كان اسمها ايش؟ الكربونيل جروب. هنا ايش صار اسمها؟ انوميريك كربون. طيب بيحكي لنا كرييشن اوف ان انوميريك كربون، صناعه الانوميريك كربون، جينيريت ا نيو بير اوف ايزومرز. هذا كفيل يعمل لي نوع جديد من الايزومرز. احنا صرنا حكينا انه عندي ال ودي، صح؟ يعني ممكن الاقي عندي جلوكوز دي جلوكوز ال. بيحكي لك هاي الحركه اني انا لغيت الكربون وعملت انوميريك كربون بتطلع لي نوعين جداد من الايزومرز، الفا وبيتا. الفا وبيتا، تمام؟ الفا وبيتا. طيب the alpha and beta configuration of the sugar. طيب هسه راح نشوف كيف. يعني مثلا ممكن الاقي عندي، احنا اول شيء كنا نحكي انه راح الاقي عندي مثلا ال جلوكوز ودي جلوكوز، صح؟ بيحكي لك هسه الدي جلوكوز بقدر الاقي منه الفا دي جلوكوز وبلاقي منه بيتا دي جلوكوز، بيتا دي جلوكوز. هسه بنشوف الصور تحت. بحكي لك انتبه، الالفا والبيتا فور نوت ميرور ايمج، معناته مش انانشومر، معناته هم الدايستيرومرز. يعني تخيلوا ان تتخيل عندك مركب دي جلوكوز مع دي جلوكوز، هذول شبه بعض 100%، بس انت عدلت عليه، عملته هذا الفا وهذا بيتا، انت عملت لي مركب جديد، مركبات جديدة، هدول مش انانشومر لبعض، تمام؟ بيحكي لي the cyclic alpha and beta anomers of sugar in solution spontaneously form equilibrium mixture. يعني راح يعملوا زي نسبة ثابتة الالفا والبيتا. ما احنا عندنا جلوكوز، مثلا عندنا الجلوكوز في منه الفا وفي منه بيتا، صار صح؟ بيحكي لي الالفا راح الاقيه بنسبة 36% والبيتا بنسبة 64%. الالفا بقدر يتحول لبيتا والبيتا بقدر يتحول لالفا، بس بضله بنسبة 36 الى 64، تمام؟ طيب الانومرز، شو قلنا الانومرز؟ هي عباره عن ايزومرز ان ذا سايكليك ستراكشر. ركزوا، الانومرز بنشوفها بس بالسايكليك ستراكشر. طيب بحكي لنا ان يو اسيمتريك كربون از كريتد نون از ذا انوميريك. طب من وين اجت الانوميريك كربون او النيو اسيمتريك كربون؟ اجت من الكربون الكربون، تمام؟ هاي هنا مثلا، هنا بالمثال هذا انا ايش كاتب لك؟ السي 1 هي الانوميريك كربون، الكربون اللي كان عليها الكربون الجروب تحولت لنيو اسيمتريك، هاي هي، تمام؟ تمام. وهي زي ما احنا شايفين هنا تحول الفا وهنا لبيتا، الفرق في مكان الاو اتش، هنا لانه على اليمين فهو الفا دي، وهنا لانه على اليسار فهو بيتا، تمام؟ ايه هي بيتا. طيب طيب، وليش دي؟ لانه ابعد كارل كربون او اتش كانت لها على اليمين. طيب هسا رح نيجي نحكي عن موضوع جديد اسمه جلايكوسيديك بوند. ببساطة شو جلايكوسيديك بوند؟ هي رابطة بتتكون بين اثنين مونوساكاريد او بين سكرين، عشان ايش؟ يرتبطن مع بعض. طيب طيب، بحكي لي جلايكوسيديك بوند هي عبارة عن بوند ذات لينكس شوغرز، بتربط السكر مع بعض. طب بتتسمى حسب شو بنسميها؟ حسب number of the connected carbons، حسب رقم الكربونات المشاركة في هاي الرابطة، وعلى حسب ايش؟ with regard to the position of anomeric hydroxyl group or the first sugar involved in the bond، وعلى وضع ايش؟ الهيدروكسيل جروب اللي نتج من الانوميريك. هسه بنشوف، انا حكيتها بالفيديو السابق بس هسه بنعيدها، هلا لخصت لك اياها. بنسميها حسب شو؟ ارقام الكربونات ووضع ايش؟ الاو اللي في الشكل. طيب in the anomeric hydroxyl group is an alpha configuration then the linkage is an alpha bond. مش احنا قلنا انه اذا كانت الاو هيك لتحت، الاو لتحت راح يكون هاي اسمها الفا، واذا كانت لفوق، واذا كانت لفوق راح يصير اسمها، عفوا اذا كانت هيك لفوق راح يصير اسمها بيتا، صح؟ صح. طب انا اجت علي الرسمه شفتها هيك لتحت راح اسميها الفا. طيب بحكي لك انت راح تسمي الرابطه على حسب الشكل اللي انت شفته،
يعني انا ما اجي احكي هيدروكسيل بوند جلايكوسيديك بوند، لازم احكي جلايك الفا جلايكوسيديك بوند او بيتا جلايكوسيديك بوند. هذا اعتمادا على شو؟ اعتمادا على الكونفيجريشن اللي قدامي، اعتمادا على الشكل اللي انا شفته. تمام تمام طب دكتور اعطيني مثال على الترقيم. اتوقع في رسمه تحت، في رسمه تحت. طب نرسم لكم رسمه او لا بنرجع هسه للمحاضره السابقه. المحاضره السابقه هان تحملونا هان. تمام هي بدنا نعمل جلايكوسيديك بوند، نيجي للجلوكوز والفركتوز. هنا من الروابط اللي ساهمت؟ ساهمت الرابطه الاولى والرابطه الخامسه. فهنا ايش اسم الرابطه؟ اسمها واحد الى خمس الفا ولا بيتا؟ الفا جلايكو، بسميها الفا جلايكوسيديك بوند. طيب نيجي لهنا، نيجي للمالتوز. المالتوز مين اللي ساهم؟ واحد واربعة. طب الفا ولا بيتا؟ برضو الفا. واحد الاربعة الفا الفا جلايكوسيديك بوند. تمام تمام طيب. طب هنا ايش بحكي لي؟ جاب لي سيرة انزيم اسمه جلايكوسيل ترانسفيريز. اسمه جلايكوسيل ترانسفيريز، اقسم لي يا نصين. جلايكوسيل ايش له دخل بالجلوكوز؟ ترانسفيريز ايش له دخل بالنقل؟ هذا شغلته يمسك كربوهيدرات ينقلها ويحطها في مكان. طيب بحكي له هو انزيم بيشتغل على شو؟ ذات يوز نيوكليوتايد شوجرز. في عنا اللي هي السكريات الموجوده بالاحماض النوويه، يعني هو بيشتغل على النيوكليوتايد شوجرز. هذول عباره عن اكتيفيتد شوجرز، هم عباره عن سكر بكون فعال ونشط، يعني انا بقدر استخدمه في التفاعلات الكيميائيه. اعطاني مثال على احد النيوكليوتايد شوجر، ايش اسمه؟ يوريداين دايفوسفات جلوكوز. يوريداين دايفوسفات جلوكوز. هسه اليوريداين دايفوسفات راح نتعرف عليها اكثر لما ندرس الدي ان اي، اذا مر عليكم ماده اليوراسيل اللي موجوده في الدي ان اي، القاعده النيتروجينيه. فالمهم اليوريداين دايفوسفات، هاي اليوراسيل بكون مربوط فيها حبتين فوسفات. طيب هذا الوضع الطبيعي لها، بروح برتبط فيها جلوكوز، برتبط فيها جلوكوز، بتصير ايش؟ نشطة، بتصير ايش اسمها؟ نيوكليوتايد شوغرز، يعني هو نصين، نيوكليوتايد يعني جاي ايش له دخل بالدي ان اي، من هو؟ اليوريداين دايفوسفيت. طب شوغرز معناته ارتبط فيها سكر، من ارتبط فيها؟ الجلوكوز. طيب انا شو بستفيد من هذا الحكي اللي انت بتحكي لي؟ باجي بحكي لك انه هذا الجلايكوسيل ترانسفيريز بحب القصص هاي، بحب اللي هو النيوكليوتايد شوغرز اللي هي الاكتيفيتد شوغرز اللي مثال عليها يوريداين دايفوسفيت جلوكوز. بيشتغل عليه كسبستريت. يعني ايش يعني كسبستريت؟ يعني هاي بالمواد المتفاعله. طيب بيجي بحكي لك انا في عندي تفاعل، عندي اليو دي بي اللي هي اليوريداين دايفوسفيت مرتبط فيها جلوكوز. طيب وفي انا بدي افاعلها مع جلوكوز، ايش يعني؟ يعني انا بدي اجيب هذا الجلوكوز اللي هان اربطه في الجلوكوز اللي هان عشان يصيروا مع بعض. باجي بشغل عليه انزيم اسمه جلايكوسيل ترانسفيريز، بيجي بكسر الرابطه بين اليو دي بي والجلوكوز وبمسك الجلوكوز بنقل لي على الجلوكوز الثانيه. فايش بصير؟ عندي يو دي بي لحاله وجلوكوز جلوكوز بينهم جلايكوسيديك بوند. تمام تمام طيب نيجي هسه نتفصل شوي بأهمية المونوساكريد. نبلش نحكي عن الجلوكوز، خاص نص مين؟ الدي جلوكوز، انه قلنا السكريات في جسمنا جاي في شكل دي. بيحكي لنا اوريجينالي كولد له اسم ثاني ديكستروز، فانت اذا سمعت ديكستروز معناته هو نفسه الدي جلوكوز. اتس فاوند ان لارج كوانتيتيز ثرو ذا ناتشورال وورلد، بلاقيه في كميات كبيره في العالم. هو البرايمري فيول فور ليفينج سيلز، هو الوقود الاولي لخلايانا اللي بتفضل، وبرضه هو مصدر الطاقه المفضل لمين؟ للبرين سيلز، لخلايا الدماغ وللخلايا اللي ما بتحتوي على الميتوكوندريا اللي هي الاريثروسايت، اللي هي الاريثروسايت. طيب طيب نيجي للفركتوز، برضه دي فركتوز بسموه او بسموهم فروت شوجر، سكر الفواكه. ليه؟ لانه موجود في هاي كونتنت ان الفروت، موجود في كميات كبيره بالفوت. لكن اون ابير جرام بيزز اتس اتوايس از سويت از سكروز، حلاوته ضعف حلاوه السكروز، يعني حلاوته ضعف حلاوه السكر اللي احنا بناكله العادي. Therefore it's often used as a sweetening agent in processed food. من هيك بستعملوه كايش؟ كمحلي في الفود. برضو مين بيستفيد منه بجسمنا؟ بجسم الذكور السبيرم اللي هي الحيوانات المنوية، بتستخدمه كمصدر للطاقة. تمام؟ هاي الاشياء بصم تبصمها عشان تجاوب عليها الامتحان مباشرة. طب جينا لاخر سكر احادي اسمه جالاكتوز. الجالاكتوز
is necessary to synthesize a variety of important biomolecules. مهم ان اصنع منه biomolecules ثاني، اصلا نعمل منه ايش يعني، صنع منه مركبات ثانية. طيب ايش اهم المركبات اللي انا بصنعها من الجلاكتوز؟ اللاكتوز اللي هو السكر الموجود باللبن، الجلايكوليبيدز يعني انا بجيب الجلاكتوز هذا بربط عليه دهون، فوسفوليبيدز، بروتيوغلايكان اللي هي بروتين مع جلوكوز، والجلايكوبروتينز. طيب في عندنا هنا اشي زي ديسوردر يعني اسمه جلاكتوسيميا. الجلاكتوسيميا هو عبارة عن جينيتك ديسوردر يعني مرض جيني. شو بنتج عنه؟ بنتج عنه اني انا اخسر الانزيم المسؤول عن تكسير الجلاكتوز عشان اقدر اهضمه. من اي شيء بفوت على جسمي راح اكسره واهضمه واستفيد منه. فالجلاكتوز في انزيم معين بيشتغل عليه، هذا الانزيم بيصير فيه خلل جيني ببطل جسمي ينتجه. اذا بطل جسمي ينتجه بصير عندي مشاكل بالجلاكتوز ميتابوليزم، فبصير عندي مرض اسمه جلاكتوسيميا. تمام. هسا نحكي عن مشتقات المونوساكريد. انا بجيب مونوساكريد بصير العب فيه اعدل عليه. اشهر مثال عندنا هو الدي اوكسي شوكرز، هي عباره عن سكر منقوص الاكسجين، اسمه خسران حبه اكسجين. هذا الحكي راح تشوفه كثير بالدي ان اي. احنا الدي ان اي اسمه بيحتوي على سكر ريبوزي منقوص الاكسجين، دايوكسي شوجر. ما علينا. طب انا المونوساكريد جبته نقصت منه حبه اكسجين فصار اسمه الدي اوكسي شوجر. طيب المونوساكريد ذات هاف ان، هو تعريفه هو عباره عن مونوساكريد بيحتوي على ايش؟ على اتش او سي اتش 3، عملوا ريبليسمنت للاو اتش يعني شلول الاو اتش واجى مكانها اتش او سي اتش 3. طيب فبحكي لي بالرسمه هاي اللي هي بي 7 الى 2 بي، انا قدامي دي اوكسي شوجر، هذا عباره عن بنتوز شوجر تبع الدي ان اي، هذا السكر الموجود في الدي ان اي، هذا منقوص الاكسجين لانه هنا لازم يكون اتش او او اتش، هنا لازم يكون او اتش، شل الاو ضلت اتش لحالها هاي. فهذا هو البنتوز شوجر، احفظوا الرسم احتياطا، بنتوز شوجر اوف دي ان اي. طب هذا اللي هنا شو؟ هذا عباره عن اي بي او بلاد جروب ديتيرمينانت، هذا عباره عن سكر موجود وين؟ على خلايا الدم الحمراء اللي بعطيني زمر الدم الاي بي او. تمام، فزي ما احنا شايفين هنا المفروض يكون في او اتش، شاله وحط لي سي اتش 3. تمام. طيب لنحكي عن الرياكشن اوف مونوساكريد، التفاعلات اللي بتعملها مين؟ المونوساكريد للسكريات الحديديه. بحكي لنا انه هسه المونوساكريد بنعرف انه عندها كاربونيل جروب اللي كانت يا كيتون يا الديهايد، وعليها الهيدروكسيل جروب اللي هي او اتش، الثنتين بيقدروا يفوتوا بالكيميكال رياكشن يعملوا التفاعلات. لكن الموست امبورتنت، اهم التفاعلات بتصير اوكسيديشن، تاكسيد، ريدكشن، اختزال، ايزومرايزيشن بتصير عمليه انه يعطيني ايزومرز، استريفيكيشن يعمل روابط استريه زي ما راح نشوف بموضوع الليبيد، جلايكوسيديك فورميشن انه يعمل جلايكوسيديك بوند يربط جلوكوز مع جلوكوز، اند جلايكوسايليشن رياكشن. الجلايكوسايليشن رياكشن اني انا اضيف الجلوكوز لاي ماده ثانيه. تمام. هسا الدكتور طرح مثال من الامثله على تفاعل الريدكشن، اني انا اجيب انا لخصت لكم اياها هيك في ابسط شيء، اني اجيب جلوكوز احطه في محلول اسمه بندكت ايجنت. طيب الجلوكوز عباره عن ريديوسينج شوجر يعني سكر بتسبب اختزال غيره. هسا لما احطهم مع بعض الجلوكوز راح يصير له اوكسيديشن، البندكت ايجنت راح يصير له ريدكشن، النتيجه ايش عندي؟ انه المحلول تبع البندكت ايجنت يصير لونه يصير يتغير اخضر على اصفر على حمار، بس اتوقع بوصل اخر مرحله لحمار. تمام. طيب نيجي نحكي عن السويتنس، عن الحلاوه. بحكي لنا الموست شوجرز تيست سويت، منهم اكثر السكريات اللي طعمهم حلو سكروز، جلوكوز، لاكتوز والفركتوز. وبحكي لنا انه في بعض الامينو اسيد عندها شويه حلاوه زي الجلوتاميت وزي الاسبارتيت. بحكي لنا في عندنا ماده اسمها ام اس جي اللي هي المونوسوديوم جلوتاميت، هي ماده اسمها فليفر انهانسر بتعزز الطعم، بحطوها على الاكل خاصه وين؟ في اسيا اللي هي يعني جهه الصين والقصص هاي، اسمها مونوسوديوم جلوتاميت. تمام. في عندنا ماده اسمها ايثينيل جلايكول، هاي ماده كيميائيه. تمام. هسه لها طعم حلو
قوي، بس هي هايلي توكسيك. الدكتور حكى مثال انه هاي موجوده في بطاريات السيارات، وقعدوا بالزمانات عملوا دواء ضاف عليه الاثنين الجلايكول عشان يحلي طعمه. الاطفال اللي تناولوه هو كان دواء كحه، ماتوا اتسمم. طب احكي لنا كيف احنا كيف كيف بنلتقط الطعم؟ ديتكشن باي ايش؟ بروتين ريسبتر، عن طريق مستقبل بروتيني وين موجود؟ على البلازما ميمبرين تبعت الخلايا. اي خلايا؟ الخلايا اللي اسمها جاستاتوريسل، اللي هي خلايا الطعم اللي موجوده على التيست بود. طب فهمني يا دكتور، رسمت لك اللسان، اللسان عليه شيء اسمه تيست بود، تمام؟ تيست بود، هاي التيست بود بتحتوي على خلايا. ايش اسم الخلايا؟ اسمها جاستاتوريسل. طب جبنا الجاستاتوريسل وكبرناها، طلعنا على السيل ميمبرين تبعها، لقينا عندنا مستقبل بيستقبل الطعم. لقدام تدرسوا بالاناتومي تبع الوجه، واذا اخذتوا الاناتومي تبع اللسان، انه كل منطقه بتدوق طعم معين. ايش اللي بدوق الطعم الحلو؟ ايش المالح؟ ايش المر؟ وهكذا. تمام تمام. طب نحكي عن ناتشورال برودكتس. عندنا الستيفيو سايد، هو عبارة عن سكر derivative isolated from leaves of the stevia plant. هو سكر أخذناه من أوراق نبات الستيفيا. أتوقع هذا هو نفس المحل الصناعي اللي اسمه ستيفيا. هاي اسم النبتة. هو بيحكي لك several hundred times sweeter than سكروز. يعني لو جبت 10 حبات من السكروز و10 حبات من هذا الستيفيا، بلاقيه احلى منه ب100 مره. بقول لك حتى يعني جيب كميات متساويه من الاثنين وقيس، راح تلاقيه احلى منه ب100 مره. في بروتين اسمه برازين، تمام؟ مخدينه من البريز، من الكرز. بيحكي لنا انه قوته 17000 مره حلاوه اكثر من السكروز. طبعا السكروز هو السكر اللي احنا بنستعمله. طيب بيحكي لنا هنا في برضه ماده اسمها دايبيبتايد الاسبارتيل الفينيل انالين مثل استر. طب اختصروا لنا اياها في هاي اسبارتام. حتى هذا الاسبارتام هو المحل الصناعي اللي وين موجود؟ في الكولا الدايت او المشروبات الغازيه الدايت، وفي العصير الدايت، وفي الشوكولاته الدايت والقصص هاي، تمام؟ ولكن هو ارتفيشال سويتنر، هو محل صناعي. طب الريسبتور فور سويت تيستينج سبستانسز، المستقبلات تبعات اللي هي السويت تيستينج اللي رسمناها هنا، بدي احكي لي عنه. بحكي انه هو عباره عن جي كابلد بروتين، اخذته بالفيسيو. اتوقع انه في عنا انواع من الريسبتورز، كان اشي اسمه جي كابلد بروتين، جي كابلد بروتين، تمام؟ الجي كاب هو السويت تيستينج نوع جي كابلد بروتين. بحكي لنا انه في، احنا بنعرف انه الجين هو اللي بعطي ترجمه للبروتين، بترجم للبروتين. يعني مثلا المستقبل هذا اللي بده يطلع على السطح، هذا مين اللي بيصنعه؟ بيجي جين بترجم الخليه للريسبتور. فبقولنا انه احنا عندنا تو كلوزلي ريليتد جينز، عندنا جينين بترجموا لي او بعطوني السويت تيست ريسبتور اللي هي مستقبلات الطعم. بعرفش اذا خربط وانا احكي، حكيت شم يمكن، بس لا هو طعم قصدي. فبحكي لنا ويراز ارتفيشال سويتنرز اللي هي المحليات الصناعيه بتشتغل على نوع واحد من هاي الريسبتور، المحليات الطبيعيه اللي ذكرناها فوق بتشتغل على نوعين من هاي الريسبتور. تمام تمام. طب نيجي نحكي شوي عن الدايساكاريد. الدايساكاريد هم عباره عن تو مونوساكاريد لينكد باي جلايكوسيديك بوند، ارتبطوا مع بعض عن طريق رابطه جلايكوسيديكيه. لينكج ار نيمد باي ايش؟ التسميه كيف بتيجي؟ عن طريق انه نحكي يا الفا يا بيتا، والكونفورميشن بعدها ايش نحكي؟ انه رقم الكربون اللي كونكتد، زي ما انا شرحت لكم هسه. يعني هنا المربوط هي 1 و4، فباجي بحكي 1 إلى 4 جلايكوسيديك لينكج، بس قبل بدي احكي يا الفا يا بيتا. فيها على اغلب الفا، هي لسه ما تكونت، بس بحكي يا الفا 1 إلى 4 يا بيتا 1 إلى 4. طب نحكي عن دايساكرايد واحد اللي هو اللاكتوز، اللي هو ميلك شوغر، اللي هو ايش؟ سكر الحليب. اللاكتوز موجود في الحليب. طيب احكي له هو 1 مولكيول، هو نتج من تفاعل مين مع مين؟ الجلاكتوز مع الجلوكوز. شو الرابطه اللي تكونت بينهم وحفظ؟ بيتا 1 الى 4 لينكج، بيتا 1 الى 4 لينكج. بيحكي لنا هو اتس كومن تو هاف ا ديفيشنسي ان ذا انزيم ذات بريكس داون لاكتوز. بيحكي لنا شائع جدا اني الاقي اشخاص عندهم نقص في الانزيم اللي بيكسر اللاكتوز وبستفيد منه. ايش اسمه هذا الانزيم؟ لاكتيز، لاكتيز. ففي ناس كثير ما عندهم هذا اللاكتيز، فبقدرش يكسر اللاكتوز. واللاكتوز هو عباره عن ريديوسينج شوجر، ريديوسينج شوجر. هاي فكره الدي جلاكتوز مع دي جلوكوز. اعطوني شو واحد، وهي الرابطه 1 إلى 4 بيتا جلايكوسيديك.
طيب بدنا نحكي عن المرض، خلص نضاي السلايدين. اللاكتوز انتوليرانس اللي هو عدم تحمل اللاكتوز. في ناس اذا عمركم سمعتوا انه في ناس عندها حساسيه من الحليب او قصص زي هيك، انه ما بتحمل ياكل الدايتري برودكت اللي منتجات الحليب، بحكينا اللاكتوز انتوليرانس او اللاكتوز مال ابزوربشن، انه مال ابزوربشن يعني في مشاكل بالامتصاص. بحكي لنا سببه ديفيشنسي بشو؟ ديفيشنسي اوف بيتا جالاكتوسايديز. بيتا جالاكتوسايديز، ليش بيتا جالاكتوسايديز؟ از معناته هذا انزيم. بيتا جالاكتوسايديز يعني هو الانزيم اللي بده يكسر الرابطه اللي بين مين ومين، اللي موجوده في اللاكتوز اللي هي نوعها بيتا جالاكتوسايد، بيتا اللي هي نوعها بيتا. فجالاكتوسايديز لانه في جلوكوز، جلاكتوز يعني هاي اللاكتوز، تمام؟ قلنا اللاكتوز بيحتوي على ايش؟ جلاكتوز، والرابط بين جلاكتوز والجلوكوز هي بيتا، فهم من هنا جابوا اسم الانزيم. هو اسمه لاكتيز بس اتفلسفوا وسموا لي بيتا جلاكتوسايديز. بيحكي لنا انه مش موجود وين؟ بالسمول انتستين. فاذا هو مش موجود فانا راح يصير عندي inability to fully digest dairy product، انا راح يصير عندي مشاكل بهضم ايش؟ الدايري برودكت اللي هي منتجات الحليب. leading to cramping، راح يصير في مغص، دياريا اسهال، bloating اللي هو نفخه. بعدين راح يصير عندنا هذا الحكي متى بصير؟ بعد الكونسومبشن اوف ميلك، بعد ما الواحد ياخذ حليب. بيحكي لنا طب كيف هي بنتجنب هالمشكله؟ انه ناخذ هذا الانزيم على شكل سبلمنت، على شكل ايش؟ دواء من برا، لاكتيز سبلمنت. طب بحكي لي اكثر من 60% من الادلت عندهم اللاكتوز مال ابسوربشن، وان الانديفيدوال من النذرن ايروب، من اوروبا، من اوروبا الشماليه، لا من اوروبا الشماليه، ومن ايست افريكا، من افريقيا الشرقيه، عندهم مينتين ابيليتي تو دايجست لاكتوز انتو ادلت. هاي معلومات مش كثير مهمه بس خلص اعرفوهن هيك. اب 90% اوف ادلت اوف افريكان اور ايجن ديسنت ار لاكتيز ديفيشنت، اكثر من 90% من الادلت موجوده بافريكا وباسيا عندهم لاكتيز ديفيشنت. وعندنا ايج ديبندنت لوس اوف ذا انزيم اكتيفيتي ستارتنج ات ابروكسيماتلي ايج 2 ييرز، يعني الناس اللي بتبلش تبين عليهم الاعراض على عمر السنتين، تمام؟ طيب هيك خلصت المحاضرة، هي شوي فيها يعني مواضيع متنوعة، تمام؟ بس ان شاء الله امورها بسيطة وهينة. الكربوهيدرات من المواضيع الحلوة كمان. اذكرونا بدعوة خير، يعطيكم الف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.